بعيدا عن السير، بعيدا عن السير. بوبي أندرسون ألينيا النجمة الأولى تسطع في سمار مركب ريادي محمد الخامس من خلال الجولة الأولى لمباراة الوداد الفتح رباطي. ضربة جزاء لين ينفذها إلا اللاعبين الكبار. عصام بدأ كان مجهود كبير جدا، إلا أن الطريقة اللي سدد بها الكرة بالمشط القدم يضعها في مرمى الحارس عصام بدأ. هدف لصفر.